بدأ معاك ريال مدريد، ايه اللي بيحصل؟ زيزو ارجع زيزو، وبيريز غنى له عود يا بيليا وهفتح لك الخزنه، رجع ما عملناش حاجه، ضحك عليه، ضحك عليه حد قال له ايدن هازار وخلاص. وبعدين ابتدت بقى تحس انه زيزو محبط، فالاحباط واصل للعيبه، واللعيبه كمان تحس انها مش في حالتها. سيبك من فوز النهارده، بس هم مش في حالتهم. هي النظريه كلها مبنيه على ان زيدان راجع علشان يبني فرقه، الفرقه دي تستعيد الامجاد لريال مدريد. المطلوب في الفرقه دي انها تبقى فرقه قادره المهاجمين يجيبوا جوان ويعملوا الدور الدفاعي، والمدافعين يدافعوا كويس ويزيدوا في الدور الهجومي. الازمه الرئيسيه ان اللعيبه بتاعت ريال مدريد الحاليه كبروا، وفي بعض الاسماء اللي اصلا هي كده ولا كده ما عندهاش القدره دي. فالمشروع غير متزن بالمره. بمعنى ايه؟ انك تتفرج على اي ماتش ريال مدريد هتلاقي جيمس رودريجز ما بيدافعش، اسكو ما بيدافعش، جاريس بيل ما بيدافعش، فينيسيوس ما بيدافعش، حتى لو راجعين باجسامهم بس ما بيعرفوش يدافعوا، بس مش موجودين، اشباح، مش موجودين اشباح. فبالتالي كل الاهداف اللي جايه في ريال مدريد، لو جبت اي هدف دخل في ريال مدريد هتلاقيه مبني على ان اللعيب في نص الملعب عنده ربع ساعه يفكر ويحضر ويبص ويلعب كره بين المدافعين كلهم. فمشكله كبيره جدا ان فرقه كبيره ما تبقاش قادره تلعب بدفاع عالي، لان اللعيبه الهجوميه ما بتعملش دور. الحل في ايه؟ يناير؟ لا الحق، اصل انت في يناير هتجيب مين ولا مين وهتعمل ايه بالظبط؟ تجيب على الاقل حد بس يسندك لاخر السنه. الازمه الرئيسيه دلوقتي اللي موجوده عند زيدان ان زيدان عمال يجرب خطه ورا خطه ورا خطه ورا خطه عشان يحاول يلاقي توازن، مش عارف يلاقي توازن. فهو مش بيغير الخطط بناء على احتياجات الخصم، ومش بيغير الخطط بناء على احتياجات ريال مدريد، هو بيغير الخطط على امل ان هو يوصل لحاجه، يوصل لطريقه تديله الامان. ربما النهارده يكون لقى شويه الامان في ان وسط الملعب ما يكونش فيه بلاي ميكر صريح، فيبقى ده النهارده كلين شيت نادر الحدوث يعني. صح في ريال مدريد فتره طويله بالظبط، ربما يكون ده الامان يعني. في حاجات كتير كمان مأثره على الفرقه، ان ايدن هازار واحد من النجوم المفترض منتظر منهم كتير جدا، لكن الراجل عليه ضغط لدرجه ان الكره النهارده اللي دخلت جول هو والجون وخايف يشوطها فبيرجعها لورا، وفاتت كمان بصها وحش لكريم بنزيما، كانت فاتت من كريم بنزيما، حظه حلو ان توني كروس جاي من ورا كملها وجابها جول. انما ايدن ازار شخصيا لسه هازارد مش هو بتاع تشيلسي خالص. هازارد خالص يعني. صح.